وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. في النهاردة نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والمناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة. في أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية بيضا على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على تليفون دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، يمكن حضرتك قلت لنا بقيم بتتراوح من 3 ل 4 درجات. بالفعل يمكن اليوم هنشهد ارتفاعات اخرى في قيم درجات الحراره عن الامس. في الامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 23 درجه مئويه خلال فتره النهار. النهارده في ارتفاع بمعدل 3 درجات عن الامس، اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 26 درجة مئوية، وده بسبب ان احنا بنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية. الكتل دي مرتفعة بقيم درجات حرارتها، ويمكن ده يكون ذروة الارتفاعات منذ بداية الارتفاعات اللي احنا بنشهدها خلال الأيام الماضية. أجواء فترة النهار مع وجود أشعة الشمس هتكون أجواء بائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائلة للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط السواحل الشمالية، لأن كمان خلال فترة النهار هنلاحظ زيادة فترات طلوع أشعة الشمس بالشكل ده. لكن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا هترجع قيم درجات الحرارة تنخفض، تنخفض بشكل كبير وملحوظ. فترات الليل المتأخرة أو فترات الصباح المبكر هتظل الأجواء من باردة إلى شديدة البرودة في أغلب الأنحاء، وخاصة كمان في المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي فيها ظهير صحراوي بشكل كبير. أيضا اليوم متوقع مع فترة الظهيرة أو بعد فترة الظهيرة يبدأ يكون في نشاط للرياح. نشاط الرياح ده هيكون سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد. ممكن يكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية شمال الصعيد والأماكن المفتوحة والمكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري. لازم النهارده ناخد بالنا من الأتربة والرمال المثارة، ناخد بالنا كمان من ارتفاع قيم درجات الحرارة وفرق قيم درجات الحرارة بين فترة يعني الرمال والأتربة دي هتكون يعني بصورة قوية على القاهرة، ولا هتكون بس على محافظات السواحل الشمالية وغرب البلاد؟ هي هتكون قوية في بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، لكن أيضا هيكون في أتربة ورمال مثارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لكن مش بالصورة القوية. يعني أصحاب المرضى الجيوب الأنفية ياخد بالهم النهاردة. طبعا مرضى الجيوب الأنفية والسكتات الصدرية لازم واحنا حاطين النهاردة نرتدي اهتمامات، لأن هيكون في أغلب المحافظات الشمالية، يعني القاهرة الكبرى والوجه البحري المحافظات الشمالية. كمان طبعا كان في شبورة مائية فصلت الصباح الباكر وأدت لانخفاض الرؤية الأفقية على الصعيد، وخاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المستوطنات المائية. ساعة بالكثير الشبورة المائية هتتلاشى تماما، الرؤية الأفقية تتحسن على أغلب الطرق. غدا الثلاثاء إن شاء الله ترجع قيم درجات الحرارة تنخفض بمعدل 4 درجات عن اليوم، ومرة أخرى من الأربع هيكون في ارتفاعات في قيم درجات الحرارة عشان نوصل تاني لذروة الارتفاعات السبت والجمعة الجايين. عظمى على القاهرة الكبرى توصل ل 28 درجة يعني مئوية. دكتور يعني بكرة احنا الثلاث هتنزل درجات الحرارة وبعدين الأربع ترتفع مرة تانية بشكل كبير. ترتفع بالأربع تدريجي، ومن الخميس والجمعة يكون بشكل كبير وملحوظ، فعشان كده احنا بنأكد في فترة التقلبات الجوية بالظبط يعني نخلي بالنا. بالظبط الفترة دي فترة عالية بشكل كبير، مهم ناخد بالنا من فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل. نستمر بارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله، خاصة كمان في فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. القيادة تكون بهدوء على أغلب الطرق مع أي ظاهرة جوية ممكن تأثر على الرؤية الأفقية. ونأكد تاني احنا ما زلنا في فصل الشتاء، بلاش تخفيف الملابس أو تغيير الملابس الشتوية. طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 26 الصغرى 13، العاصمة الإدارية 26 12، إسكندرية 21 12، العلمين الجديدة 21 12، مطروح 20 10، دمياط 24 12، بورسعيد 24 14، إسماعيلية 26 13،
السويس 26/13، العريش 22/10، كاترين 16/3، طابة 22/13، حلايب 25/16، شلاتين 27/17، شرم الشيخ 26/16، الغردقة 26/17، الفيوم 25/11، بني سويف 26/10، الوادي الجديد 27/10، أسيوط 27/10، سوهاج 27/11، قنا 27/13، الأقصر 28/14، أخيرا أسوان 28/15. نخلي بالنا من التغيرات الجوية الفترة اللي جاية أو الكام يوم الجايين. بكرة في انخفاض درجات الحرارة لكن هيعود مرة تانية يوم الأربعاء في الارتفاع، فما نخففش الملابس عشان ما نتعرضش لنزلات البرد. وكمان النهاردة مرضى الحساسية الصدر والجيوب الأنفية، نخلي بالنا علشان في رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب محافظات الجمهورية. هرجع مرة تانية لمصطفى وجمان علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا يا دينا. شكرا جزيلا. شكرا يا دينا.